رسالة التالية: سيدة فاضلة، طبعا اتصلت بي بصراحة، يعني أتمنى أن هي تكون على مشاهدة معنا دلوقتي حاليا. ابني 4 سنوات يعاني من تصلب العضلات، يعني اشتكت جامد قوي، ان هو اسال الله العظيم العفو والعافيه ليه ويشفيه ويعافيه يا رب. ما بيقدرش حتى عيني يبص لها وهي بتلعبه او هي بتدعبه، فيعني مأثر معاها قوي. هستاذن حضرتك يا اختي الفاضله زيت الفول السوداني، زيت الفول السوداني، زيت الصرو وزيت البرتقال، زيت الفول السوداني، زيت الصرو وزيت البرتقال بكميات متساويه، وهنبتدي نعمل تدليك.